حصل عليه، هل قراءة القرآن تفيد الميت؟ قراءة القرآن هل تفيد الميت؟ القرآن يا أخوان أنزل الله للأحياء لتنذر به من كان حيا ليس الأموات. ولكن اختلف أهل العلم، لو قرأ القرآن وتبرع القارئ بثوابه لفلان الميت يصله ولا يصل؟ على قولين، بعضهم قال يصله وبعضهم قال لا يصله. من قال يصله قال لأنه تبرع، كما إنسان يتبرع بماله بثيابه بطعامه يتبرع بحسناته، فهذا تبرع. لا سيما أنه قد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام التصدق على الغير والحج عن الغير وقضاء صوم النذر عن الغير، فقالوا بما أنه جازت هذه العبادات عن الميت قضاء دينه من صيام النذر والحج عنه عن الميت، فما المانع أن يقول إيش يقرأ القرآن ويجعله للميت أيضا؟ فتوسعوا بهذا وقال وكذاك تقرأ على الميت القرآن. وقال المانعون الذي يشكل على هذا أن القرآن كان النبي صلى الله عليه وسلم يتلو وكان له أموات، مات بعض أزواجه، مات عمه حمزة، مات بعض أصحابه، والصحابة القرآن أيضا يقرؤونه، فلماذا الرسول صلى الله عليه وسلم ما أرشد أمته أن يقرأ القرآن عن أمواتهم، وماذا هو لم يقرأه عن أمواته، ولماذا الصحابة ما قرأ القرآن عن أمواتهم؟ هذا إشكال كبير صح؟ مما يرجح على أننا ما جاء فيه الدليل نقتصر عليه. نعم الحج والعمرة على الميت، نعم الصدق على الميت، قال رجل يا رسول الله إن أمي افتنتت نفسها ولو تكلمت لتصدقت لكن ماتت فجأة، أفتصدق عنها؟ قال نعم. قالت امرأة يا رسول الله إن أبي شيخ كبير لا يثبت عن راحل، أفحج عنه؟ قال حج عن أبيك. قال رجل إن أمه ماتت وعليها صوم أقضي عنه؟ قال لو كان على أمك دين كنت قاضيه؟ قال نعم. قال اقضوا، فدين الله حق القضاء. فقال الاقتصار على ما ورد في الدليل هذا هو الأسلم، لأنه يشكل إشكال كبير، كيف الرسول صلى الله عليه وسلم ما قرأ القرآن عن غيره ولا علم الأمة، وهو عليه الصلاة والسلام بلغ البلاغ المبين ويحب الخير لأمته ولأموات المسلمين، والصحابة كذلك ما فعلوا. ولذلك أكمل وأنفع ما يكون الميت ماذا؟ الدعاء. فاقرأ نفسك يا عبد الله وأصلح نفسك وكن ولدا صالحا، ثم ماذا؟ تدعو لوالديك. لا فقط قضاء الدين اللي هو النذر ما تصنف.